أنا يمكن نقص، ما نقولوش نقص فادح، لكن نقص نجمع فيه حاليا سويحلي، ونجمع فيه بلدي نتاعنا شعيبي. حضور السيد الوادي منوبة قمنا بإعطاء انطلاق موسم جني وتحويل الزيتون. تعرفوا السنة هو موسم ماهوش كيف الأقل، ياسر بكثير أقل بكثير من الموسم الفال. الموسم بأقل من 70% من إنتاج الموسم 2019-2020. معناها الفلاح السنة في موقف صعيب برشا، خاطر احنا ما جاش الزيتون، تجي صارة القمح، ما جاش القمح يجي الزيتون، السنة نقص كبير، معناها نقص كبير ياسر في المواد، ما فماش ريسك ديابي اللي هي مادة أساسية في زراعة القمح، ولا حتى الأشجار المثمرة، ما فماش فوسفات اللي نستعملوه للزيتون والأشجار المثمرة وللحبوب زادة في آخر الصيف، ما فماش أمونيتر.